من المرضى أو مخبريا إنه هذه الست نستطيع إنه نبدأ معها. نعم هلأ بعديها البداية في عنا عدة برامج، الهدف منها إنه عادة بالطبيعة الست بتطلع بويضة واحدة، لكن إحنا اللي ما بنطمح له عادة إنه نحصل عند الست ما بين 5 إلى 15 بويضة. هذا بسموه الأوبتيمال ريسبونس أو أحسن استجابة إذا بتطلع بإذننا، لأنه هي في الواقع مش ساعة زي ما بفكر بعض المرضى إنه ليش هي طلعت هيك. ما بنعرف كل ست، إحنا بنحاول نختار برنامج مناسب لهذه السيدة بناء على عمرها، على الفحص السريري والفحص المخبري إن لزم الأمر، وبناء عليه بنختار البرامج اللي ممكن نمشيها، ولكن الهدف بالنهاية من البرنامج هو الحصول على البويضات. مش بس الحصول على البويضات، وأيضا أن ترافقه بطانة للرحم جيدة، لأنه لا تنسى أنه بالنهاية الأجنة سوف تزرع في الرحم، فالبطانة لا تقل أهميتها عن جودة البويضات اللي بدها تنتج. وبالتالي إذا كانت البويضات جيدة وإذا كانت بطانة الرحم جيدة، هدول من العوامل كتير مؤثرة في إنها ترفع نسبة النجاح. فبالنهاية البرنامج الهدف على الحصول على عدد مقبول من البويضات، مش عدد كبير ولا قليل، لأنه الكبير له مشاكله والقليل له مشاكله. فأن نحصل على استجابة معقولة، خلينا نسميها من 5 إلى 15 بويضة، هذا هو الاستجابة المعقولة عند أي سيدة. يتم سحب هذه البويضات، وطبعا في نفس اليوم يؤخذ عينة من الرجل. هلأ إذا كان الرجل عنده حيوانات منوية بالسائل المنوي فيؤخذ منه العينة، إذا كان ما عنده طبعا بكون عارفين من أول وماخذين مثلا خزعة من الخصية وبكون مجمدينهم عنا سابقا، من حالة لحالة بكون عارفين أنه بدنا نأخذ من الرجل في ذلك اليوم في حيوانات منوية في ذلك اليوم لتلك البويضة، لأن عملية الحقن تتم في نفس اليوم وخلال ساعات من بعد سحب البويضة. بعد سحب البويضة والحيوانات منوية ولا بس البويضة؟ لا يعني بشكل البويضة، مين بيتحكم بالوقت أكثر؟ هو لا في الواقع البويضة، هي الحيوان المنوي بتقدر تحصله وقت ما بدك وتفرزه او بقدر يجمد. تفرز بتقدر تعمل بدك اياه، بس البويضه في عندك وقت معين للجمد، اذا بتتاخر كثير لا يصلح، بتصير الفرص ضعيفه. بتقل نسبة. يعني احنا عاده اول ساعه ساعتين نعطي البويضه، لما تطلع بنحطها بالحاضنه باوساط غذائيه وحاضنه، بعدين يتم تقشيرها البويضه لمعرفه مدى نضوجها، لان لسه بتكون حواليها خلايا، يتم تقشيرها وبعدين تطلع على شكلها ونوعيتها ومدى نضوجها. كل البويضات وعلى هذا الأساس بتقرروا هل سوف يقوم الحقن. الإخصاب أو مين لا. أنم من هدول، مثلا افرض ست سحبنا منها 10 بويضات، هذا لا يعني أنه 10 ممتازين، لا ممكن يكونوا 7 اللي هم في بسميهم احنا M2 ميتافيز 2، يعني جاي بالوقت المناسب. هلا مرات ممكن يكون في عنا شيء بميتافيز 1 نصبر عليه كم من ساعه ليدخل في ميتافيز 2 حتى نستطيع حقنها، يعني في وقت معين ونوع معين من البويضات التي تحقن، مش اي شيء يحقن. في بويضات بتكون نوعيتها رديئه جدا لا تحقن، يعني تستارت ويز حتى لو كانت موجوده مع هاي البويضات تستبعد، ولكن هذا شيء طبيعي. يعني بدهم يعرفوا الستات انه مش كل، يعني اذا سحبنا 10 لا يعني انه 10 لازم يكونوا ممتازين، يمكن اذا من وصلنا العشرة نلاقي لو واحدة يمكن ما، لا يعني عادة 5 6 بنصل لخمسة ستة سبعة مرات انه يكونوا جيدات انه نحقنهم. هلا احنا لما نحقن بعد ما نحقنهم بالحيوان المنوي، ثاني يوم بعد تقريبا 15 الى 18 ساعة بنطلع على نسبة الإخصاب، اللي هي عادة نسبة الإخصاب الجيد اللي هي حوالي 70%. دكتور يعني بس بدي أقطعك شوي عشان ما نفقد الاتصالات، وقفنا الاتصالات احنا شوي لبين ما نحكي عشان يعرف الموضوع، بس في طيب. معنا اتصال. أسماء تفضلي، أنت على الهواء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن تعلو لنا الصوت؟ يعطيك العافية. الله يخليك يا رب. مش عفوا، بس ثاني خليهم يعلوا صوتك عنا عشان نسمعك مزبوط. اوكي مش مشكلة.
اوكي الو. الو مرحبا. اهلين يا هلا، سامع دكتور؟ لو سمحت بدي اغلبك، بس بدي اسال الدكتور. نعم. اوكي طيب، اوكي معلش يا اسماء، احنا عم نتغلب انه نسمعك لانه الو، اساليني سؤالك وانا راح اوصله للطبيب. هلا انا اعاني من بطانه رحم هازله، عملت اكثر من مره، عملت مره طفل انابيب بس ما نزحت. ما مش الحال. حاولت اني اعرف هلا بطانه الرحم الهازله هي بتمنع الحمل وبتمنع نزاح الاطفال الانابيب. بطانه الرحم، سؤالك مره ثانيه معلش، سوري لانه عم بسمعك بسماعه مش عم بسمعك. أنا هلأ عملت، عندي بطانة رحم هاجرة. أها. عملت تلقيح اصطناعي وعملت أطفال أنابيب بس ما نزحت معي، هل السبب بيكون إنه بطانة الرحم الهاجرة ما يعني ما بتعمل ما بتسبب الحمل؟ كم مرة يعني كم مرة جربتي يا أسماء؟ طفلي أنا بمرة واحدة جربتها. واضح. الطفل الانابيب مره واحده يمكن سعر. يخليها طيب هلا تعيده، معلش هلأ اخليك تعيد لانه هلا الدكتور معتز سامعك بكل وضوح، معلش احكي له هلا من الاول للاخير شو صار معك عشان تاخذي جواب اوفى. طيب انا كانت عندي بطانه رحم هاجره، شخصوا لي اياها مستشفى الاسلامي، اخذت ابره بسعرها 500 دينار اعتقد، حملت عليها حمل طبيعي، بعديها صار عندي نزيف ونزلت، عملت عملية تنظيفات، رجعت عملت عملية طفل أنابيب ما نجحت، حكوا لي بسبب إنه بطانة الرحم الهاجرة، عندك بسبب بطانة الرحم الهاجرة، هل هي فعلا سبب إنها بتكون عدم حل إني أرجع أحمل ثاني مرة؟ أوكي وصل السؤال. قصدك عن طريق الإخصاب خارج الجسم إنك ما تحملي مرة ثانية؟ إيه؟ يعني انك ما ان تكون سبب لعدم الحمل عن طريق الاخصاب خارج الجسم، يعني عن طريق الانابيب. لا ما صار عندي حمل يعني عن طريق الاطفال الانابيب. مش انت جربتي قلتي كانك عملتي اطفال انابيب وما مشي الحال؟ انا جربتها مره واحده اطفال الانابيب. نعم، انت يعني سؤالك هل بطانه الرحم الهاجره ممكن تاخر الحمل الطبيعي؟ نعم، الجواب نعم، وخاصة المرحلة الثالثة والرابعة. في الواقع بطانة الرحم الهاجرة هي أربع مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طبعا بتم عملية تقييم المرحلة عن طريق المنظار، لما يصير تنظير طبيبك بيحكي لك إنه أنت بأي ستيج. عادة ستيج واحد واثنين فرصهم بالحمل عالية حتى بالطرق الطبيعية، بل إنه كثير من الأبحاث الحديثة بتحكي إنه علاقتهم بموضوع الحمل في الواقع مش قوية إنه تكون هم سبب رئيسي في تأخر الحمل، ولكن المرحلة 3 و4 أكيد إنه إلهم علاقة لأنه بيعملوا التصاقات بالحوض وبالتالي بيأثروا على المواسير. هلا هدول المرضى في الواقع إذا كنت أنت من مرحلة 3 و4 أكيد انه الحل الانجع عندك هو الذهاب الى الاخصاب خارج الجسم، لانه المشكله بالمواسير، ولكن هذا النوع من المرضى له تحضير معين لبرنامج الاخصاب، مش زي المرضى الاخرين، في لهم تحضير معين، مرضى بطانه الرحم الهاجره لخصوصيه المرض هذا وتاثيره على الحوض عند السيدات. آمل إني أكون جاوبت على سؤالك. إن شاء الله، أتوقع يا أسماء إنه جاوب الدكتور معتز بشكل وافي، وبرضو بنرجع بننصحكم إنه تشوفوا تتوجهوا لأخصائي، تشوفوا اختصاصي يعني بهاي المسائل، وهي مشكلة إنه هي جربت مرة واحدة، يمكن يعني أنت قلت نسبة النجاح 40%. نعم. فيعني ما تيأس. لا تيأس. لا تيأسي. حتى الستات اللي ما عندهم مش بطانة رحم هاجرة يمكن برضو أول مرة تزبط. يعني ما تزبط معها. في عوامل أخرى أنت تتدخل بالموضوع يعني غير أنه يكون عندها أجنة جيدة. شكرا دكتور. كمان اتصال أم أحمد، تفضل أنت على الهواء، عشان آسفين وقفناكم كتير بس أنا بحب أعطي دكتور فرصة يحكي لكم المعلومة بعدين نستقبل اتصالاتكم. أم أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي.
غلبك لو سمحت بدي أسأل دكتور معتز. هياته معك. تسلم. أنا عملت اي في اف من حوالي تقريبا سنة عند واحدة من المستشفيات، فإنه طلع في عندي 7 أجنة من الدرجة الأولى. رجعوا لي 3 أجنة وحملت بتوأم والحمد لله مش الحال. هلأ ضل عندي 4 أجنة. في أكثر من رأي، كان في واحد من المختبرات حكى لي إنه هالأجنة كل ما ضلها مجمدة تفقد كل سنة ما نسبة 5% من كفاءتها. فهل هذا الكلام مضبوط ولا أنا ممكن أخليهم مجمدين لأكبر فترة ممكنة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، ال4 أجنة هذول ممكن أعمل تحديد جنس فيهم ولا إني خلص بفقدهم مجرد ما إني، يعني هلأ أنا إجاني توم أولاد بدي أعمل تحديد جنس لأنثى، بضل انه بفقد الاجنه هذول عمال ما يلاقوا لي جنين الانثى، ولا ممكن اني ما افقدهم بس هم يطلعوا لي جنين الانثى ويزرعوا لي اياه؟ والسؤال الثالث والاخير غلبتكم، هلا انا جبت توأم، هل هذا بصير من ضمن الجينات بعد هيك لبنات لعائلتي انه بجيناتنا في وراثه التوأم ولا لا؟ اوكي، وصلوا الأسئلة. رح ناخذ كمان اتصال دكتور عشان نجاوبهم مع بعض، نوقف الاتصال. بس اكتب الأسئلة. أنا كاتب لك إياهم. عبير، تفضلي عبير، أنت معنا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي. معلش أحكي مع الدكتور. تفضلي. ألو مرحبا. أهلين، هلا. كيفك دكتور؟ الله يسلمك. معلش أنا بدي أغلبك، أنا بدي أسألك عشان عندي أنا تكيس. نعم. فأنا أخذت إبر منشطات وهيك، فأكثر إشي حكوا لي إنه أنت لك حل أطفال الأنابيب. أديش صار لك متزوجة؟ نعم. أديش صار لك متزوجة؟ إلي 6 سنين. 6 سنوات وما صارش حمل؟ لا ما صار حمل. وأخذت منشطات عن طريق الفم، وأخذت منشطات إبر وما مشي الحال؟ يعني ما كان في نتيجة بالمرة. نعم. لا أنا بحكي لك من هلا، يعني أكيد إنه أحسن طريقة إلك بما إنه مضى 6 أعوام هو الذهاب إلى الإخصاب خارج الجسم أطفال الأنابيب. أنا بوافقهم الرأي. بدي أغلبك، أنا بدي أعرف يعني كمان إذا عن موقع عيادتك، يعني ممكن تعرف موقع عيادة دكتور معتز؟ دكتور معتز بيشتغل ب مركز النور للإخصاب في مستشفى العيون التخصصي شارع المدينة المنورة الطابق الثاني. مستشفى العيون التخصصي مركز نور للإخصاب طابق الطابق الثاني شارع المدينة المنورة. أهلا وسهلا، إحنا هدفنا بهذا البرنامج إنه نساعدكم، فأي معلومة بنقدر نضيف لكم إياها عشان تساعد المريض إنه يحصل على الإجابة إن شاء الله بتلاقوها عنا. دكتور أم أحمد، الاتصال اللي قبل عبير أتصور جوابنا عبير وأنت وافقتها. نعم. الرأي أنه هي بحاجة لأطفال. نعم. الأنابيب. أم أحمد سألت أنه هي عملت إخصاب وجاها توأم وحطوا لها 4 أجنة. في الواقع 4 أجنة لو تجمدوا سنة أو 5 سنوات هذا لا يغير من كفاءتهم. لا يغير. لا يغير. ولكن إحنا بنعرف أنه نسبة ضل نسبة الحمل على الجنين المجمد أقل شوية من الجنين الطازج، خلينا نحكي الفريش. المجمد أقل شوي لأنه بتدخل عوامل أخرى. وعادة إحنا دائما لما نحكي لمريضة لزوجين لما يجمدوا بنحكي لهم إنه نتوقع إنه أن يبقى 70% من الأجنة بعد التجميد، هذا هو المنطق. السبب انه في بعض الاجنه لا تحتمل التجميد، احنا لما نجمد في الواقع بنجمد على درجه حراره بين ناقص 170 لناقص 210. فهاي بتوقع ان حراره متدنيه جدا جدا. لما تنسحب السوائل من الجنين في واقع بعض الاجنه لا تحتمل ذلك، عشان هيك ما بتكمل. وعاده المشاكل في الاجنه المجمده بتتم يا اما عند التجميد أو عند من دوب الأجنة هاي ونرجعهم للطريقة الطبيعية. هناك بتصير المشكلة بالجنين أن يحتمل أو لا يحتمل. ولكن الجنين المجمد إذا بسموه بلغتنا ريكفرد وما عنده صار أي مشكلة، نحن نتركهم عادة بعد ما نفك التجميد كم من ساعة لنتأكد أنه عم بنقسم، وبالتالي هذا ما فيه أي مشكلة، وبتوقع فرصتك على المجمد جيدة.
يعني هلا بتقدر تحفظهم يعني بتقدر تحفظهم سنوات. نعم سنوات قد ايه؟ خمس ممكن 10 حتى.